الطوموبيلات يسعنا لما ذا 20,000 لي بيس دونك هو اللي اشحال تخبانيين مانيجمنت اخلاق عادي عادي تو خلقا وتو دو لاندستري اوتوموبيل دونك هو كي يقلهان يعني لا فيليا راكي خاطر دير لي فيليا راكي اما التكستيل اما لاندستري اوتوموبيل قرنشت سي دي زاندستري مانيفاكتوريير قرنشت دير اما دوفر انتونسيف سي تادير تاو انت فوس دونك سي بور سات ريزون كلنا نحوج صناعه امثيه خاطر نحوج جد نخلق مكون الخدمه اي وين عندنا اما دي جون ديبلومي يونيفرسيتي انا دو فورماسيون بروفيسيونال دونك ثمرتنا غيلق يعني تفكفوا السواطه سي وين يعني صناعه ثاقيه ثم قرانين اكتطف نفوس يعني دير اكسبورتيين ثمرتنا سا دي زافونتاج اما لو كو دو لا مان دوفر اما داين يعني ندير لينيرجي دونك نجمر اني دير كومبيتيتيف ميم اليك اليكسبورتاج دونك سي ده الصناعه ميم الى يعني اما داين يعني الكتان يعني اللبسه يعني انا ندير يعني لو كوير كل شويه لك الى قصدي جيك انسان افونتاج يروح الى قصدي هنا يعني انا اندستري اوتوموبيل كيف كيف لي اندستري ميكانيك لي اندستري سيدولوجيك لا ميتالورجي دونك هو يدير خيمولا يتجهد انت فوق وتجهد انا لي زونسيان اندستري سنت باسكو مازال يعني تيذاك كثير لا كرواسونس ايكونوميك تنمر ثمس محمد عشير ليت مسلتي يعني الا دو مسلي في لاساطاس وزمل الحاله ديال اليوم مسلي في لاساطاس اش بغيت نقول غني سمسلت قال له تشمر ثمر فنا غنتي دوك لاكم يقارن البريكس نزرا كان يعني ما الا ثمر فنا صعك يعني الشروط الى قين وكنا تكشم يعني غرتي دوك لاكي استاذ تيغرسي يعني كثر الكلام على يعني انضمام الجزائر الى منظمه البريكس يعني ما يعني هل يعني الجزائر يعني استوفت كل الشروط يعني للدخول في هذه المنظمه وما هي الفائده اللي يعني اكيد لان حكينا طبعا قلت لك من قبل خلقت المنظومه السياسيه والاقتصاديه لانه عانينا من قطب كان موجود في العالم وبنينا مثلا نعطيك مثال شفنا شراكه مع الاتحاد الاوروبي من 2005 الى يومنا هذا كانت مبنية تقريبا ثلاث نقاط مبنية حاجه الاولى تحويل التكنولوجي ولكن ما حولنا ولا تكنولوجيا مبنية على طبعا تحويل بالنسبة لرؤوس الأموال وما شو معناتها استثمارات في الجزائر ما شفنا ولا استثمارات مبنية كذلك على تحول وحرية بالنسبة لتحرك العنصر البشري وحتى الفيزا طبعا كانت غايبة على الجزائر إلى يومنا هذا هذه إشكالية أنه أي شراكة طبعا نتحدث نريد طبعا شراكة بأخلاقها معناتها أخلاقها بالنسبة للمنظومة السياسية من خلال التقارب السياسي ونظن أنه تقارب سياسي كبير موجود منذ الأزل منذ الثورة التحريرية مع كل منظمة معناتها سواء بالنسبة لروسيا سواء بالنسبة لجنوب أفريقيا سواء بالنسبة للصين سواء بالنسبة للهند سواء بالنسبة للبرازيل كذلك نظن طبعا راح نشوف هذه الحركية من خلال المراحل السابقة نظن أنه انضمام الجزائر راح يكون هذا السنة إن شاء الله 2023 راح تكون بداية فقط ولكن لازم نكون عمل كبير لأنه إمكانياتنا طبعا هناك بعض الشروط ولكن الجزائر عندها إمكانيات في تحقيق هذه الشروط سواء بالنسبة لهذه السنة أو السنة اللي بعدها من خلال إمكانيات ولكن المدرسة لأنه لما نحكي على طبعا البريكس نحكي على دول ناشئة نحكي طبعا دول اللي عندها معدل نمو في الإنتاج سريع جدا 6-8% وإحنا عندنا طبعا كل الإمكانيات اللي تخلينا نرتقي إلى هذه المعدلات من خلال طبعا إمكانيات أو الموارد المواطنية سواء بالنسبة لقطاع الطاقة قطاع طبعا المناجم قطاع الفلاحة في كل القطاعات من إمكانيات ضخمة والموقع طبعا الجغرافي المهم جدا لأنه الجزائر طبعا بوابة لإفريقيا لما نحكي على البريكس أكيد أنه النظرة بالنسبة للبريكس هي في يمكن الولوج إلى إفريقيا عن طريق الجزائر المراحل القادمة أنت الجزائر طبعا تحتاج هناك طبعا إمكانيات لتصدرها الجزائر ولكن بالمقابل تحتاج إلى تحويل التكنولوجيا الموجود تحتاج إلى طبعا سوق كبيرة نظن تقريبا سوق هي فيها 40% من السوق العالمية فيها طبعا 30% من بي بي فيها كثير من المعطيات اللي تساعد الجزائر ولكن بالمقابل يجب أن نستعد أن نكون في المستوى